إذن للحديث عن الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ بعد ساعات في ظل مقاطعة شعبية واسعة ورفض للعملية السياسية وشركائها، ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. مرحبا، تحياتي لكم. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ شاهو، أبدأ معكم بعنوان تكرار الفشل. عقدت ندوة رسام ندوة عن الانتخابات، مركز رسام عقد ندوة عن الانتخابات التي ستبدأ بعد ساعات في العراق، أنتم كنتم حاضرين في هذه الندوة، ولكن إذا أخذنا الجانب الآخر وهو ما صرح به الرئيس الحالي للعراق برهم صالح، حيث قال إن الانتخابات هي فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة، هل ترون أملا في تصحيح الأخطاء كما تفضل به أو كما أورده برهم صالح؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. طبعا الانتخابات من الممكن أن تكون أداة للتغيير وتجسيدا لآراء المواطنين وفرصة للتغيير في الدول الديمقراطية. نعم. التي فيها ديمقراطية حقيقية، تكون فيها الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وأيضا وسيلة لإعطاء المواطن رأيه. نعم. بأنه لا يرغب بالنظام السياسي ويريد تغيير الوجوه. نحن لدينا إعادة تدوير الوجوه. وأيضا نحن لدينا أمر يعني خطير ومشكلة كبيرة نتحدث عنه دائما، لدينا أصحاب سلاح وأصحاب مال. هؤلاء إذا شاركوا في الانتخابات سيضمنون فوزهم، لأنهم يحتكرون المال السياسي، المال القذر الذي يستخدمونه للاستيلاء على السلطة، بعدها سوف يحصلون على أضعافه. يعني ينفق مليون في سبيل الحصول على عدة مقاعد، بعدها خلال أربع سنوات يحصل على 100 مليون الإعادة. إذن العملية تكون عملية مشوهة وليس عملية لوصول المخلصين أو الوطنيين إلى السلطة. الأمر الآخر هو موضوع السلاح المنفلت أو السلاح الميليشياوي، هذا الأمر أيضا يشكل خطر كبير، وهو عندما تكون هناك أطراف لا تعترف بالدولة وتهين الدولة وتشارك في الانتخابات حتى تكسب شرعية برلمانية تغطي على نشاطاتها الغير شرعية. على سبيل المثال مثلا حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله. نعم. يعني بدل أن تعاقب هذه الفصيل المسلح، يتم معاقبة هذا الفصيل المسلح لأنه يهدد الدولة، يقصف المؤسسات الرسمية، يتم إعطاؤه فرصة ليدخل البرلمان وهو مصنف كمنظمة إرهابية. إرهابية. نعم. تماما. وهو يقوم بتهريب مواد على الحدود، وهو يقوم بتهريب الأسلحة والمقاتلين لصالح الجانب الإيراني إلى سوريا ومرورا إلى لبنان، ويهدد دول الخليج و نعم. كل هذه يصنفه ضمن مجموعة إرهابية حسب القوانين العراقية. نحن لا نتحدث عن قوانين دولية. طيب. حسب القانون العراقي هذا التنظيم تنظيم مسلح إرهابي يجب محاسبته، ولكن لا يتم تصنيفه بأربع إرهاب كما يتم تصنيف باقي الجماعات. نعم. ويتم احترامه وتقديره وإعطائه فرصة ليدخل إلى البرلمان ويمثل نفسه. كيف يكون هناك فرصة عادلة لشخص مستقل يحمل فقط الكلام والقلم والكلمة الحرة؟ طيب. وشخص لديه السلاح ويمتلك المال السياسي ويريد أن، هل يكون هناك فرصة عادلة للطرفين؟ طبعا لا، لا لا يعني لا يستحق هذا المستقل الذي يحمل فقط الصوت الحر لا يستطيع أن يحصل على الفرصة الذي حصل عليه هذا الطرف. نعم. هو يقوم بتصفية من يهدد مصالحه تحت تهديد السلاح. تماما. يعني حتى إجراء الانتخابات يعني تحت تهديد الموالين له بأنهم يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. أستاذ شاهو، دعني أنتقل إلى الدكتور حامد الصراف، أجدد الترحيب بكم دكتور حامد. يعني ألا ترون في تصريح برهم صالح إقرار بأخطاء حقيقية يعيشها العراق؟ ألم يطلق أحدهم مقولته المشهورة المجرب لا يجرب؟ لماذا يدعو برهم صالح وأيضا شركاء العملية السياسية لأن تكون عقول العراقيين قاصرة وساذجة إلى هذا الحد دكتور حامد؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة قبل إزاحتهم من السلطة. اعتادت هذه القيادات أو الزعامات الكاريكاتيرية في العراق أن تطلق هذه التصريحات لغرض امتصاص النقمة وذر مثل ما يقال
الرماد في العيون لتهدئة الشارع أنه هناك أخطاء، الكل أخطأ والكل يشخص أنه قصر وأخطأ وفشل وفساد مستشري وكذا، وعلينا أن نستبدل هذه الطبقة بطبقة من الشباب ومن الجيل الجديد ومن السياسيين البعيدين عن المحاصصة وعن الفساد. لكن العملية الحقيقة لها عمق أبعد كثير مما يصرحون به. هناك عمق مثل ما يقال أنه خرق واضح للدستور، المادة 9 من الجيم من الدستور العراقي تمنع تماما أنه تترشح فصائل مسلحة أو أحزاب لها أذرع مسلحة إلى العملية السياسية إلى الانتخابات، وإلى هذه عملية ليست ديمقراطية بالتأكيد، لأنه مثل ما تفضلت وتفضلت تقاريركم أنه هناك سلاح، هناك سلاح منفلت وميليشيات ومال سياسي يستخدم بشكل بشع للهيمنة على السلطة. أنا أقول شيء مهم جدا، يعني برهم صالح وغيره يعني ومن الرئاسات الثلاثة الحقيقة هي عبارة عن كومبارسات استخدمت بشكل واضح لصناعة هذا النظام منذ 2003 ولغاية الآن. المتنفذ الحقيقي في كل العملية بما فيها الانتخابات الحالية هي العوامل الإقليمية والدولية، يعني هم لا يتصرفون بمشيئتهم يعني برغبتهم. نعم. هناك أجندة خارجية الحقيقة بها منافسة إيرانية إقليمية ودولية أمريكية وغربية بالنتيجة تفرض على هذه الطبقة السياسية أولوياتها في العمل وأجندتها الخارجية. لذلك حتى هذه صياغة هذه الأوليات في الانتخابات الحالية بعد ضغوط ثوار تشرين منذ 2019 منذ أكتوبر، وإحنا يعني تقريبا مرت الآن سنتين على هذه الثورة الخالدة، فرضت عليهم بعض الـ يعني مثل ما سموهم يعني تغييرات، لكنه الحقيقة هي أصبحت بشكل ترقيعات، منها قانون الانتخابات، رفضوا قانون الأحزاب، رفضوا كثير من الإصلاحات اللي طالبوا بها شباب تشرين. لذلك أنا ما أستغرب إذا كان رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو البرلمان أو أي يعني شخص الآن من حيتان الفساد يتصرف وكأنه جاء مصلح لهذه العملية، لكنه الحقيقة تكمن وراءها كثير من الأمور اللي هي الغرض منها الإبقاء على هذا النظام وتجذر الحقيقة بمشيئة التوازنات الإقليمية والدولية. هذا الهدف الحقيقة دكتور بشكل مختصر. يرجى أن تتفضل بالبقاء معنا، سأنتقل إلى الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، تعتقد أن الولايات المتحدة بموافقتها طبعا شجعت هذه الميليشيات وهذا كل هذا الزخم الكبير خاصة في هذه الانتخابات، شجعتها بطريقة أو بأخرى على دخول العملية السياسية، هل تمت بموافقة الولايات المتحدة؟ للأسف هناك استراتيجية خاطئة للتعامل مع الميليشيات، وهو إعطائهم فرصة للدخول إلى العملية السياسية. نعم. ليكون مجال لهم، لنفتح مجال سياسي لهم حتى يتركوا السلاح. يعني هذه الاستراتيجية الخاطئة تم التعامل معها مع باقي الميليشيات، حتى مع مقتدى الصدر الذي دخل العملية السياسية ولكن لديه إلى الآن الذراع المسلح يحافظ عليه. نعم. يعني يحتفظ به. هذه الاستراتيجية إذا تم السير عليه وكان هناك خطة لأن يتم إبعاد الميليشيات أو السلاح الميليشياوي عن طريق إدخالهم في السياسة وفي البرلمان، هذه الاستراتيجية خاطئة، لأنه سوف يقومون بالمحافظة على أذرعهم المسلحة تحت مسميات أخرى. الآن حركة حقوق اسم جميل. نعم. عندما ترى من تابع لمن، تابع لكتائب حزب الله، ميليشيا إرهابية. صحيح. وبالتالي هذه الميليشيات عندما تقوم إيران بإعدادها وإنشائها وتمويلها والصرف والإنفاق عليها لا تقوم بتسليم سلاحها بسهولة. يعني ليس هناك من يعتقد أن الإيرانيين بهذا الغباء أنهم يأمروا كتائب حزب الله أن يدخلوا البرلمان ويتركوا سلاحهم، ليس فقط كتائب حزب الله بل حتى عصائب أهل الحق وباقي الميليشيات. هذه الميليشيات تم تدريبها وتوجيهها لأهداف معينة. نحن عندما نسمع تصريحات ميليشياوية تقول بأن الحشد الشعبي لا يجب دمجه في الجيش، وكأن الجيش جيش دولة أخرى وليس الجيش العراقي. يعني هم يعترفون بأن الحشد الشعبي مؤسسة خاصة، وكما قال القائد الإيراني قال لدينا 6 جيوش، جيوش عقائدية تحارب خارج العراق، قام قاسم سليماني بتأسيسها. هذا الكلام لم يخرج أي نفي
أو إنكار عراقي له، حتى من قيادات الحشد ينكروا، على الأقل يقولون هذا الأمر غير صحيح، وبالتالي هذا إقرار بأن هذا الكلام صحيح. إذن هذا السلاح لا فعلا لا يتم دمجه أو حله، لأنهم سوف يحافظون عليه ويريدونه لهدف آخر. إذا كان هناك اعتقاد بأن الدخول هذه الميليشيات في العمل السياسي سوف تدفعهم لترك السلاح، هذه الاستراتيجية خاطئة تماما، لأنهم لم يفعلوا ذلك، بل سوف ينجحون في إعطاء غطاء شرعي لسلاحهم. غدا سيقولون لا يمكن لأحد أن يتحدث عن سلاحنا، سلاحنا محمي بالفتوى، هذا أولا. وثانيا لدينا تمثيل برلماني، هناك أناس انتخبونا طبعا بغض النظر، جناح سياسي وجناح مسلح، جناح سياسي وجناح مسلح، وبالتالي سوف يحافظون على أنفسهم ويقومون بتقوية هذا الذراع المسلح أكثر. وهذه الاستراتيجية من المؤسف أنها خاطئة، ولا يمكن أن يتم التعويل عليها، بل يجب أن يتم اجتثاث هذه الميليشيات وضربها، لأنها لا يمكن ترويضها. يعني مسألة مسألة ترويض، محاولة ترويض الميليشيات، هذا الأمر لا يمكن، يعني كأنك تحاول أن تروض وحشا هو اعتاد على الكسر والتدمير، ويعني هذه الأمور لا تستطيع أن تجعله نباتيا هذا الوحش، وبالتالي هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل في النهاية، وكما رأيناها مع باقي الميليشيات، مع هذه الميليشيات الجديدة أيضا سوف تتكرر نفس السيناريو. طيب دكتور حامد، الملاحظ في هذه الانتخابات هو جهود مكثفة من قبل الميليشيات للدخول في العملية السياسية، حيث أن أكثر من فصيل ميليشياوي يحاول جاهدا الدخول إلى قبة البرلمان. لكن هنا السؤال بطريقة أخرى، هو نفسه الذي طرحته على أستاذ شاه القرداغي، هل الولايات المتحدة وحدها هي من تتحمل مسؤولية دخول الميليشيات إلى البرلمان العراقي؟ لا، بالتأكيد هناك صفقة، يعني قبل سقوط النظام السابق بال2003 هناك توافقات، يعني هناك اتفاق سري جرى بين أمريكا وإيران، يعني كان قاسم سليماني يتفاوض مع الأمريكان في فيينا حول الأبعاد إسقاط نظام صدام حسين، وبالتأكيد الدور، يعني أكو تقاسم للنفوذ في العراق بين إيران وأمريكا، وهذا يؤكد تماما صحة القول أنه لما تجاوزت إيران إلى حد ما الخطوط الحمر الموضوعة لها في الاتفاق، تم تصفية قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لأنه الغرض كان هو فعلا على أساس أنه إيقاف إيران تحدها أن لا تتغول الميليشيات أو لا تبتلع العراق بأكمله، يعني أنه لا تتجاوز على نفوذ ودور أمريكا في المنطقة. الآن القضية أصبحت بها تحدي مكشوف، بدليل أنه يعني توقف المفاوضات في فيينا حول النووي والصواريخ البالستية ونفوذ إيران في المنطقة عموما، هذه الحقيقة خلت الأمريكان الآن يدفعون باتجاه آخر، وإيران تدفع بالاتجاه المعاكس طبعا، بدليل أنه الإصلاحيين في إيران تم إزاحتهم من السلطة، والهيمنة الآن بشكل تقريبا شبه مطلق في إيران للحرس الثوري ولخامنائي، ولي يعني اجى بإرادة خامنائي إبراهيمي الرئيسي للرئاسة. هذا معناه هناك الآن فعلا نموذج، هذا النموذج الحقيقي يراد منه استنساخه وتصديره إلى العراق. يعني الآن إيران يعني جادة إلى حد كبير، وأنا سمعتها طبعا من مصادر موثوقة من طهران، أن هناك فعلا أوامر وجهت إلى الميليشيات الولائية وإلى الحشد الشعبي بإطلاق يديها تماما للهيمنة المطلق على السلطة في العراق. غيرها لا توجد هناك خطوط أخرى، لأنه هي حقيقة الخط الأحمر أو خط الخطر بالنسبة لها للدفاعات عن إيران، عن نظام الملاذي في إيران. هذا السبب الحقيقي خلى أيضا الأمريكان يقلبون الآن الموازين بشكل آخر، هل فعلا النتيجة أن نصل إلى هيمنة ميليشياوية على العراق في هذه الانتخابات، أم هناك احتمال آخر؟ لأن الميليشيات الولائية، وخصوصا أنا أحددها الحقيقة بعيدا عن التسميات الطائفية، هناك صراع شيعي شيعي في العراق سيحدث بعد الانتخابات. الميليشيات الولائية من جهة الولائية المطلقة مستخدمة الحشد الشعبي، وهناك ميليشيات أخرى تعتمد على كونها هي تنتمي إلى العراق. فهذه القضية الحقيقة الآن قاب قوسين أو أدنى، إن حسمت الانتخابات لأي طرف من الأطراف. دكتور حامد، هل أفهم من كلامكم
أن ربما الصراع القادم سيكون ما بين مقتدى الصدر وتحالف نور المالكي الذي يضم في جنباته هادي العامري وقيس الخزعلي والنجباء وغيرهم؟ هل هذا ممكن جدا؟ نعم ممكن جدا. زائد أضيف لك نقطة أيضا مهمة، يعني انتظار أو وضع المصطفى الكاظمي على خط الانتظار الآن باعتباره هو الآن رئيس الحكومة، رئيس حكومة انتقالية دستوريا يعني بعد ما حل البرلمان، فإلى أن تم حسم التصويت في حكومة الانتخابات تصريف أعمال. الانتخابات التصريف أعمال وسوف تكون في المستقبل إذا لم تحسب الانتخابات أيهما فائز، وبتدخل أمريكي غربي أممي تحت راية الأمم المتحدة مثل ما يقال، أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين إلى وضع استثنائي في العراق، يعني توتر جائز ما توصل إلى مجابهة مسلحة شاملة، لكنه هناك صراع حقيقي الآن بدأ في مراكز الاقتراع، وغدا سوف نشاهد هناك صراع الحقيقة مختلق مفتعل سيحدث الذي لا نتوقعه احيانا، وهذه الحقيقه الكاظمي سوف يستخدم يعني صلاحياته ان وجدت علاقاته المخابراتيه وعلاقاته بالجيش والقوات المسلحه لضم الفصائل الاخرى المعاديه للفصائل الولائيه والميليشيات الولائيه، هذا الحقيقه مخيف جدا انا اقولها. الصراحه الشيء الان وصل الى تقريبا يعني سلم الاخير، يعني درجات الاخيره، ان حدث فهذه كارثه، ولو شعبنا راح يكون متفرج على هذه القضيه. دكتور اسمح لي انتقل الى الاستاذ شاهو القرداغي. استاذ شاهو، ازمات العراق تستفحل وتزداد مع مرور الوقت، يعني لا سيما قضايا المغيبين والمهجرين وايضا الاعمار والخدمات ومحاكمه قتله المتظاهرين والقائمه تطول في ذلك، لكن تعتقد ان البرلمان القادم قادر على مجابهة هذه المشاكل؟ طبعا في ظل هذه المعطيات التي أمامنا وما نراه من وجود نفس الأطراف التي حملت هذا الخطاب أو تتحمل مسؤولية ما جرى في العراق، هي نفسها تريد أن يتم إعادة انتخابها من جديد، وهي التي تدخل البرلمان من جديد، حتى لو كان هناك طرف وطني أو أطراف مستقلون يريدون التغيير فحجمهم لا يتجاوز 10%، يعني ليس بإمكانهم أن يحققوا هذا التغيير المأمول، ليس بإمكانهم أن يصلحوا تراكمات أخطاء أكثر من 18 عام، يعني هذا الأمر، هذا التراكمات يحتاج إلى إرادة وطنية، يحتاج إلى سلطات وطنية قادرة على التغيير، ولا يستطيع من يؤمن إلى الآن بالنظام المحاصصي، يعني أنت عندما تتحدث عن نظام محاصصة مثلا، توزيع المناصب والسلطات على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، حينها يسقط كل أسس الحكم الرشيدة التي يحلم المواطن بتحقيقها، يسقط كل مشاريع المؤسسة لتحويل الدولة إلى مؤسسات، يسقط كل مشاريع الإدارة السليمة أو الاقتصاد المستدام أو أي من المعاني التي نراها في الدول المتقدمة والمتطورة، بل نعود إلى الدائرة الأولى، يعني هذه كانت ما حدث، يعني صرخة تشرين مظاهرات كانت فرصة لإعطاء صوت هؤلاء الملايين من الناس، أعطوا صوتهم وقالوا بأنه يجب أن يتم التغيير حتى نتجنب الانهيار، الآن لم يتم هذا التغيير، لم يحصل هذا التغيير الذي يحلم به الناس، لأنه للأسف واضح جدا أن هناك أطراف كما سمعناها في التقرير قبل قليل، أطراف تستخدم إلى الآن تتاجر بالمذهب، تتاجر بالمقدسات، يعني تقول هذه حروبنا حروب تاريخية ولم يسمحوا لنا بالعمل لأننا من أتباع علي والحسين، ما دخل علي والحسين بالانتخابات وبهذه الشعارات الانتخابية، يعني هؤلاء مستعدون لأن يستخدموا كل الأساليب وأن يستخدموا ويتاجروا بالمقدسات ومقدسات الناس وأديانهم ومذاهبهم فقط لأجل مصالحهم. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، قيادات في التيار الصدري صرحت بأن عمليات حرق المستشفيات كانت مقصودة ورسائل سياسية، عمليات تدمير الأوراق كانت مقصودة وسياسية، عمليات التفجير الأخير الذي حصل كانت مقصودة ورسائل سياسية. إذن إذا كانت هذه الأطراف التي تداول العراقيون مقولة مهمة، إذا اتفقوا سرقونا وإذا اختلفوا قتلونا، إذا رجعوا أو عادوا إلى الحكم، والآن هم يهددون، يعني التيار الصدري من الآن يقول رئاسة الوزراء لنا، يعني وكأنه يعطي انطباع بأنه لا داعي للانتخابات، يعني أحد قياداتهم
في كركوك قال سنأخذها بالقانون بشكل سلمي وإذا لم نأخذها يوجد بطرق أخرى. طرق أخرى ماذا طرق أخرى؟ لديه تيار مسلح، لديه ذراع مسلح سوف يستخدمه لوصول السلطة. هذه العقليات لا يمكن أن ننتظر منها البناء والإعمار والتطور والازدهار الذي نحلم به جميعا يعني أن نراه في هذه الدولة. نعم. يعني عندما يكون هناك اعتراف رسمي بأن العراق خسر أكثر من 1,000 مليار دولار خلال 18 عام بسبب الفساد الإداري والمالي، ولا يوجد أي نية للتغيير إلى الآن، والأموال المنهوبة مستمرة في النهب، ولا يوجد أي سلطة عراقية قادرة على مواجهة الفاسدين للأسف، ويبقى نبقى في دائرة الشعارات. يعني الشعارات الإصلاحية تشبعنا جميعا ولكنها لا تتحول إلى أفعال على أرض الواقع. في ظل هذه المعطيات وهذه الوقائع لا يمكن أن ننتظر برلمان يستطيع أن يحقق هذه الوعود. أستاذ شاهو اسمح لي أنتقل إلى الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد بدقيقتين لو سمحتم، يعني إذا نطوف في عناوين الصحف العالمية والوكالات مثلا أسوشيتد بريس تقول إن الميليشيات تهيمن على المشهد الانتخابي في العراق، موقع ألماني يقول إن الانتخابات تجري في ظل الأذرع المسلحة والإمكانات المالية للأحزاب. سؤالي هنا بدقيقتين لو سمحتم، بنظرة استشرافية للمستقبل من جنابكم الكريم، كيف سيكون شكل العراق تحت سيطرة الميليشيات التشريعية والأمنية مستقبلا؟ الحقيقة هو هذه الفرصة يجب أن لا تأخذها هذه الميليشيات ولا تكون نتيجة يعني حتمية أو مفروضة على الشعب العراقي بعد الانتخابات. إحنا من بكرة راح الشباب يطلعون بمفهوم جديد بثقافة وبوعي يشتغلوا عليه لمدة أشهر، هو العصيان المدني. والعصيان المدني الحقيقة خيارنا راح يكون بالفعل لغة جديدة عند الشعب العراقي، أنه لا تذهب إلى الانتخابات، لا تخرج، لا تدعم الاقتصاد الذي يستفيد منه مافيات الفساد والطبقة الطغمة الفاسدة. الآن التجربة موجودة، هناك بنج من الخطوات ومن المعلومات ومن المراحل التي سوف نبدأ بها يوم غد 10/10 ضد الانتخابات أولا باعتبارها هي هذه الخطوة الأولى، ومن ثم تأتي الحقيقة تباعا خطوات في يعني برنامج يعني مبرمج الحقيقة في خطوات مدروسة. إذا كانت الميليشيات يعني مصرة على الهيمنة على السلطة مثل ما حدث يعني لحد الآن منذ 18 سنة، فأنا أعتقد الشعب العراقي إلى رأي لا يختلف عن رأي ثوار تشرين، قدمنا 800 شهيد وآلاف الجرحى والمعاقين. لذلك أنا أقول بدل المجابهة المباشرة والاحتكاك بالقوات الأمنية والميليشيات، سوف نجلس في بيوتنا، سوف نحتاج احتجاج صامت هادئ، هو عصيان مدني ينسحب هذا بدل ما يكون فقط في البيوت وفي أماكن السكن وفي المقاهي، لكنه يتحول نعم دكتور حامد بالتدريج إلى دوائر الدولة وإلى مؤسسات الدولة لشل هذه الطبقة السياسية حتى إسقاطها. أستاذ شاهو بدقيقة لو سمحتم، هل تتوقع تزويرا في الانتخابات التي ستجري بعد عدة ساعات، تتوقع ذلك؟ طبعا في الانتخابات في الخاص يعني الذي حصل في الاقتراع الخاص رأينا الكثير من الحالات وحتى توقف أجهزة وحالات أخرى، ولكن لم يكن هناك أي اعتراف رسمي بذلك، بل التصريحات الرسمية الأمور تسير على ما يرام والأمور تتكرر غدا طبعا التعطل المتعمد أو غير المتعمد. من المتوقع أن تتكرر هذا الأمر، وخاصة أنه كان هناك تصريحات من أعضاء مفوضية سابقين بأن هناك احتمالات للاختراق وحتى للتلاعب بها، وبالتالي هذا الأمر متوقع في ظل ما نراه من سيطرة السلاح ووجود قوات تستطيع أن تفرض نفسها بالتهديد وبالعنف. أنا أشكرك الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، كما أتوجه بالشكر الجزيل كان معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكما.